الوصفه اللي غادي نشوفوا هي عباره على البيض غراتان بلي زيبينار بالبصله وبالفروماج. وصفه بسيطه ولكن كتجي من ألد ما يكون. غادي ناخذوا البيض غادي نعملوه يتسلق. دائما كنذكروا على انه الا بغينا البيض يتسلق وما يطرطقش كناخذوه وكنخرجوه من الثلاجه من قبل باش يلا كياخذ درجه حراره المطبخ. كنديروه يتسلق في الماء بارد وبعد كنحسبوا له 8 ديال الدقائق ملي كيبدا يغلى الماء. 8 دقائق على عافيه مهيله كنصفيوه وكنديروه في الماء بارد ومن بعد كنقشروه. كنحصلوا البيض ها هو هذا قدامنا. انا غادي نستعمل 4 ديال البيضات في هذا الغطار هذا. كناخذ البصله كنعمل البصله كتشحر. البصله كميات هنايا بالنسبه لهذا الطبق اللي غادي يكون لجوج ديال الاشخاص كنعملوا بصله كامله. كنديروا حزمه ديال لي زيبينار مسلوقه. غادي نحتاجوا بطبيعه الحال هنا مسلوقه كناخذوها تنسلقوها في بالاحرى يعني بلونشي كتسلق واحد السلقه خفيفه في الماء مالح ومن بعد كندوزوها في الماء متلج باش كيبقاو لي زيبينار محافظين على اللون ديالهم. كنحاولوا اننا نقطعوهم رقاق. نضيفوا لي زيبينار على البصله ونزيدوا المعدنوس حتى المعدنوس كيكون بزايد. غير وكان المعدنوس كنحاولوا اننا نضيفوه حتى التالي باش كنبقى عندنا داك الطيبه ديالو كتبقى واضحه وكتبقى خارجه. غادي نحركو لي زيبينار مع البصله ومع المعدنوس. صافي وتنزيدو لهم شي شويه ديال الملحه والابزار باش كنتبلو الخضره. مع دائما تنحاولو اننا ما نكثروش الملحه لي زيبينار لانهم طبيعيين مالحين. الابزار دابا غادي نوجدو لاصوص اولا الكريمه اللي غادي يكون فيها اللي غادي تحضر بها الكغاتان. غادي نحتاج لاصوص بيشاميل. بالنسبه للصلصه ديال البيشاميل الكل كيعرف يحضرها كتندار بالدقيق مع الزبده والحليب. كنديرو الكميه اللي غادي تناسبنا من الصلصه ديال البيشاميل تقريبا واحد 150 غرام. نضيفوا عليها واحد 8 سنتيلتر اولا كاس لارب صغير ديال القشطه الطريه. كنضربوا مليح هاد جوج ديال المقادير الكريمه بالاضافه لصوص بيشاميل حتى كتولي عندنا واحد الخليط هكذا متجانس. هاد الخليط من الجنس كنضيفو له تقريبا 80 غرام ديال الفروماج. الفروماج الا كان من نوع ديال الايمونتال كيكون احسن. كنجيبو الطبق اللي غادي نديرو فيه الكغاتان. كناخدو البيض مسلوق وغادي نقسمو كل بيضة على زوج. غادي نجيب لي زيبينار مع البصله والمعدنوس وغادي نعملهم فوق البيض
يمكن لينا كاينه فكره اخرى اننا نزولوا الصفار ديال البيض ونخلطوه مع لي زيبينار هما والبصله، وعاد باش كنوليو نضيفوهم فوق من الابيض ديال البيض. ولكن حتى بهذه الطريقه هذه كتجي مزيانه هكا، عمل اقل والنتيجه دائما تكون لذيذه. غادي ناخذ لاصوص او لا الكريمه، واخا كتنزل بحال هكذا هي مع السخونيه ديال الفرن راها غادا تذوب وغادا تنزل على البيض وعلى لي زيبينار. دابا ما بقى لكم الوقيته اللي غادي ندخلوا فيها طبق الفران باش غادي تذوب لاصوص او لا الكريم فوق من البيض، الا انكم توجدوا واحد الشلاضه ديال الخضره اللي غادي ترافق لنا هذا الطبق. غادي ناخذ الطبق غادي ندخلو الفران مسخن على درجه حراره 180 حتى 190، تنعملوه قريب للشوايه يعني في الفوق. كنظن انه في بعض الانواع ديال الفران تيكون الشوايه هي درجه الحراره العليا تاعت الفران، فبالتالي كتشعلوا الفران وكتشعلوا جهه الشوايه وكتدخلوا له الطبق حتى كيتحمر وكيتغراتينا. كنخرجوه وتنقدموه، حنا غادي نشوفوا الشكل ديالو بعد ما يتحمر. بعد ما خرجناه من الفران على شكل غراتان كيجي المنظر ديالو جميل جدا، ويا سلام كون شميتو الرائحه ديالو. نرافقوه بالخضره بشلاضه ديال الخضره بطبيعه الحال، واما بالرز طيب اولا بالمقارونيه ولا بغيتي، والبطاطا علاش لا. البيض ضروري في الدار، حنا كنعرفوا انه صحي للكبار والصغار.